دخلته كده ولا ايه؟ ابداينا يا دخل. سمر، طيب اوكي، طب انا هدخل. تمام. خلاص يا سما، دخلتي كده. تمام. نكمل كلامنا. كنت بقول لكم ان ال inclination او ان حاجة تكون inclined على ال earth، ده بيسبب ايه لل weather، ده اللي احنا هنبدأ ندرسه. فمثلا في figure 1 زي ما انا شايفة كده، ال sun rays جاية perpendicular on the earth. perpendicular يعني جاية كده عمودية على الأرض، متركزة قوي في الأرض، خصوصا في الـ areas اللي هي near the equator، اللي هي قريبة جدا من خط الاستواء اللي احنا عارفينه ده. فبالتالي الـ weather في الـ area ديت بيكون ان بما ان في sun rays كتير و concentrated بالشكل ده، concentrated يعني متركزة قوي في المناطق ديت، on a small area وفي مناطق صغيرة جدا، giving ده بيدي high effect of heat. مهم جدا نعرف الموضوع ده. هاي افكت اوف هيت يعني المنطقه دي هتكون هوت ويذر ولا كولد ويذر؟ لا تبقى هوت. بالظبط كده، فهتبقى هوت ويذر. تمام، برافو عليكي. طيب في فيجر 2 بقى، انا طلعت لفوق شويه يعني بعدت شويه حاجه بسيطه عن الاكويتور. بما اني بعدت عن الاكويتور فبالتالي بيكون السان رايز فولز سيمي ان سلانت او سيمي سلانتد، يعني مايله شويه مش نازله ستريت قوي، هي مايله حاجه بسيطه on the earth's surface في الارياز اللي هي قريبه شويه من النورث والساوث بتاع الاكويتور، يعني فوق وتحت الاكويتور. السان رايز في الحاله دي بتكون distributed، متوزعه on large area، بتكون وصلت كده لمنطقه اكبر، وبما انها واصله لمنطقه اكبر وفي نفس الوقت جايه مايله شويه، فالمره دي بقى هتديني low effect of heat، هتديني احساس قليل شويه بالحراره. ليه؟ او بالتالي ده هيعمل ايه؟ هيخلي ان الويذر هنا مش هيكون ولا هو cold ولا هو hot، هيكون warm دافي. اخر حاجه اللي هي يكون ان عند الفيجر 3 اللي هي ان الريز جايه بعيده جدا او very inclined، ان هي جايه مايله قوي على الايرث، فبالتالي هي الاريا دي بعيده جدا عن الارض، او سوري بعيده جدا عن الاكويتور، وفي نفس الوقت الاريا هنا كانت اكبر، كانت واخده نفس كمية الشمس بس على مسافة أو على مساحة أكبر، فبالتالي الويذر هنا هيكون بارد جدا. خليني أشرح لكم بطريقة تانية عشان توصل لكم أكتر. بصوا شباب، أنا دلوقتي لو عندي ويت، لو عندي مساحة صغيرة جدا بالشكل ده وبوزع فيها نفس كمية الشمس، خلينا نعملها كده، بوزع فيها نفس كمية الشمس، فهتنزل بالشكل ده كلها، هتبقى concentrated في المنطقة دي، فبالتالي هتكون hot ولا cold؟ هوت برافو. طب كبرت المنطقة شوية وعليها برضو نفس كمية الشمس، فبالتالي بدل ما الشمس كانت متركزة في الحتة الصغيرة دي بس، لا دي هتتوزع بقى المرة دي، فهيبقى بدل ما الجو كان hot هيبقى warm دافي شوية. كبرت المنطقة خالص وودت لها نفس كمية الشمس، فاللي هيحصل ان الشمس مش هتكون كفاية للمنطقة دي كلها، لا ده المرة دي كمان هتكون cold، تكون باردة جدا. تمام، تمام. فهمتوا المقصود منهم من الاشكال دي؟ أيوة طيب semi inclined او inclined يعني ان هو مايل حاجة بسيطة. في figure 3 بيكون طبعا الريز بتاعت الشمس جاية very inclined، يعني مايلة جدا، دي نوتس مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. تعالوا بقى نحل true false. مين آخر حد جاوب في السؤال اللي قبل ده؟ سما ولا رودينا؟ أنا رداي. طيب جاوبي يا سما انتي بقى المرة دي. اوكي،
The weather of the area near the مش إكويتر. بعرف انطقه. إكويتر. equator is very cold. equator. تمام. The weather of the area near the equator is very cold. لا false. أول برافو. very hot. تمام ممتاز. اللي بعده. when the sun rays fall vertically on Earth's surface, the weather is hot. False. طيب false ليه؟ ثانية، هو fall vertically يعني في حتة واحدة. اه vertically يعني رأسيا، بمعنى يعني بص يا ستي، vertical يعني جاية كده، wait، vertical يعني جاية كده، horizontal يعني كده. فول فيرتيكال. قولي اجابتك، ما تخافيش، انتي قلتي false صح. اشرحي لي بس false ليه، يعني اشرحي لي انتي فهمتي ايه من الجملة. انا فهمت من الجملة لما الشمس تيجي من فوق كده تمام هيبقى بعيد عن الإكويتور. تمام برافو، ده بالظبط اللي انا عايزاكي تقوليه، فهيبقى فولس، لأن هو في الحالة ديت بيبقى warm مش hot. طيب احنا هناخد أول بيج دي as homework number 2 و 3. بص ال choose واللي بعده ال matching وال true false، وتعالوا في ال scientific term. طب حضرتك قلتي اللي تشوز وال والماتش والماتش وال... والترو فولز. اوكي تمام. طيب ابدأي يا سما. يلا اوكي The cycle that involves the continuous movement of water from different water bodies to the atmosphere then falling back to the earth in the form of rain, sleet, or snow. دي precipitation. لا، هو قصده على السايكل كلها اسمها ايه Water cycle. بالظبط كده. طيب نمبر 2 يا رودين، تمام. it is a method by which heat transfer طيب ايوه within يعني خلال. within liquid and gases where hot molecules rise upward while cooler molecules fall down. true. ده scientific is term، it الميثود اللي ال heat transfer بيحصل خلال ال liquid وخلال ال gases. ايه هي الميثود بتاعت ال heat transfer اللي افتكرناها من الترم الأول؟ convection. بالظبط كده، convection. طيب number 3، the method by which heat of the sun transfers from space to Earth atmosphere. radiation. برافو. radiation. number 5 is complete. heat can transfer through the Earth's atmosphere due to the effect of a current. convection برافو ممتازة convection current. بالظبط، convection currents. number 2، the difference in A and A in water of oceans and atmosphere occurs due to the unequal heating of land and ocean. هو قصده ايه اصلا؟ قصده يا ستي الاختلاف اللي بيحصل في A و A، طبعا ده بيجي من ميه الاوشن اللي بتحصل لها في او في الاتموسفير،
ده بيحصل بسبب ال unequal heating on land and oceans، يعني ان الحرارة مش جاية متساوية على الأرض، فده بيخلي في اختلاف في ايه وايه كمان. لا دي انا مش فاهمها اصلا خالص، انا هقول لك الاجابه وانت مش هتفهميها من فاهمة الاجابه، قصده ايه. لو قلت لك الاجابه هتفهميها على طول. انا عندي التمبريتشر والدنستز، طالما اختلفت الهيتنج على اللاند وعلى الاوشن فده هيسبب اختلاف في التمبريتشر. هقول لك تاني ثانيه واحده، وهيسبب كمان اختلاف في حاجه اسمها الدنستي. دينستيز اللي هي لما كنا بنقول ان مثلا الهوت بيبدأ ان هو يطلع فوق بسبب ان الدينستي بتاعته قليلة، اما الكولد بيتجمع فالدينستي بتاعته بتبقى مور دينستي فبينزل لتحت. فده لما بيحصل بيخلي برضو في اختلاف في التمبريتشر، يعني في منطقة بتكون حر جدا، في منطقة بتكون برد جدا، في منطقة بتكون وورم. وصلت؟ ايوه اه كده وصلت ماشي. تمام. نمبر 3، fresh water changes into water vapor when it gain thermal energy while fresh water change into when it loses thermal energy. يعني هنا المفروض نكتب ايه؟ حاول ايه ice هو لا، في fresh water change into water vapor when it ايه لل thermal energy. gain برافو. واللي بعدها بيقول لي بقى لو هي ال fresh water هتتحول لايه لو هي low thermal energy. كنت هتقوليها cold water ice ايس، ايس لان هو حصل له فريزنج كده، طالما حصل له لوز انرجي يبقى فريزنج. طيب نمبر 4، رين ووتر از كولكتد ان اوشن باي ذا افكت اوف ايه فورس. ثانية بقى تمام، جرافيتي. برافو، جرافيتي. نمبر 5، the weather on area far away from the equator. area بعيدة جدا عن الإكويتور بيكون ايه؟ because the sun rays falls ايه. It's very cold. برافو، very cold. Because the sun rays fall ايه inclined او inclined يعني جاي مايل او very inclined. تمام، اوكي. نمبر 6، Cold water has more nuggets than warm water, so it moves under the warm water. يعني بيكون Has more ايوه destiny? برافو، بس اسمها dynasty. Dynasty, sorry. تمام، more dynasty. Number 7، the sun produces the energy which causes the movement of air currents that produce ocean currents and air. Sun produce the energy which causes the movement of convection. برافو، convection currents. واللي بعد كده بتسبب لي حاجتين، ocean current وايه كمان؟ و ocean current وواينز. wind تمام. طيب نمبر 8 يا سام، due to the convection current and hot air moves a للcold wall للcold air sorry، يعني above ولا under؟ تمام. ثانية كده ايه ده؟
ثانية above. روب. لا under لا صح، كنتي صح. ولا above. الهوت اير بتكون less density فهتتحرك لفوق، تمام ماشي صح. تمام؟ متلخبطيش فيهم بقى. اوكي طيب، جربوا تحلوا الجيف ريزون وات هابن. لو ما قدرتوش او لو كان الهوم ورك كتير عليكم سيبوه المرة الجاية نحلوا مع بعض، تمام؟ عادي لو حلني. خلاص اوكي، يا ريت. واي حاجة يعني اي الهوم ورك تبعتولي وانا هصححه لكم بإذن الله، تمام. تمام؟ اوكي. محتاجين اي طب حاجة؟ الخريطة اللي تحت. اه عادي حلوها برضو، هي سهلة جدا. تمام. تمام، محتاجين اي حاجة؟ لا لا شكرا يا ميسي. تمام يا بنات، السلام عليكم. وعليكم السلام.